المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. مساء الخير يا نادر بيه. مساء الخير استاذ تامر، تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك يا فندم، وان شاء الله اكون بخير. الحمد لله كله تمام. الحمد لله. اعتقد الاتجاه العام في مجلس الوزراء هو في نفس النسق اللي انا بتكلم فيه، وهو محاولة ضبط كل المنظومات اللي لها علاقة بسواء الدعم او ايصال مساعدات هذا البلد الى مستحقيه، وكمان تنقية كل الداتابيز اللي كانت موجودة على مدار عقود طويلة. مظبوط، وده بيحصل في كل القطاعات، يعني في الاسكان الاجتماعي طريقة التوزيع او تخصيص الشقق بتراعي ان بيكون في بحث يعني دقيق جدا عن المتقدمين لضمان ان المتقدم يستحق بالفعل شقه الاسكان الاجتماعي، لان الشقه اللي حضرتك عارف الحكومه بتديها للمواطن بربع قيمتها السوقيه، تمام. وكمان مش بتديها له كده، ده بتقسطها له على 20 سنه. صحيح. يعني بتاخدها بربع قيمتها وبتاخدها بالتقسيط على 20 سنه، فلازم تكون انت تستحق كمواطن هذا الدعم الكبير من جانب الدوله. قس على ذلك زي ما حضرتك ذكرت في موضوع الخبز، موضوع التموين، يعني موضوع تكافل وكرامه. صحيح. يعني صحيح. المستحقين لتكافل وكرامه الدكتوره غاده والي بتعمل ابحاث اجتماعيه عنهم، او بتنزل فرق عشان تشوف الناس دي في بيوتها، بتشوف هل هم فعلا وفقا لما قدموه من اوراق يستحقون الدعم، ولا في يعني تجاوز في الاوراق او ما شابه. ده ترند او يعني اتجاه ماشيه فيه الحكومه، لان بيوفر علينا اموال طائله، والاموال دي يتم تخصيصها او اعاده تخصيصها للمستحقين. صحيح. هي الفكره كمان دي نقطه، واشكرك على ايضاحها، انه الناس بتقول لك ان الحكومه بتوفر عشان تاخد الفلوس لنفسها. لا، ده هي الفكره انه الفلوس اللي كانت بتتصرف في غير محلها وبيستحقها او بياخذها غير المستحقين هتذهب فعلا للمستحقين، مش الحكومه هتاخدها لتدبير موارد اخرى. لا خالص، بنستخدمها في دخول يعني مواطنين جدد، زي ما عملنا في اول السنه لما برنامج تكافل وكرامه قلنا هيقتصر من اول السنه على طفلين فقط. أيوة. طيب المبلغ المتوفر من الطفل الثالث هيروح فين؟ هندخل اسر جديده. صحيح. اسر كانت واقفه طابور مستنيه دورها في الحصول على هذا الدعم او المبلغ المادي، سيتم استغلال المبلغ اللي توفر في دخول اسر، مزيد من الاسر يعني للبرنامج. ده كلام مظبوط. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار، وهنتابع مع حضرتك ان شاء الله مجهودات ونشاطات الحكومه. بشكرك شكرا جزيلا.